أنا اسمي خديجة بوشتية، ومسقط رأسي هو مدينة الجديدة. الله. وأقطن بمدينة الدار البيضاء، لكن ذاكرتي هي الجديدة. الله. صباح النور. صباح الخير. إحنا مجلة مازاغان 24، مجلة إلكترونية. أبو القاسم أبو فارس. صحيح. صحيح. الله يسلمك. تكلف التغطية لمعرض الأسبق 2014. نعم. في رواق كيحمل اسم عبد الكبير خطيبي في الحي البرتغالي. شايف هنا أزرق كتير، في أزرق ما شاء الله، والأزرق رمز القوة بين الألوان، وشايف كتير من الحنان والدفء بهذه اللوحة، والمرأة العربية بفروسيتها ما شاء الله تبارك الله، وكلها كامل هالحركة والتبريدة ما شاء الله تبارك الله. لو سمحتي تحكي لي عن هالإبداع. هذا إبداعي مش هذا هو التخصص ديالي، أنا تخصصي في الطبيعة والورود والمنازل. أول مرة أرسم الحصان وتهيأت للمعرض. ما شاء الله ما شاء الله. 13 شهر وانا كنشتغل على الفرس. الله. بيستاهل الفرس. مساء النور. انا قلت له صباح النور، هلا مساء النور. مرق الوقت. صديقتي من الطفوله، والاباء ديالنا كانوا اصدقاء من الطفوله. الله. وهي تستمر مع ابنائنا ومع تعرفين عن حالك. نعيمة لطفي. نعم. وحضرتك صديقة لفنانتنا. صديقة وأخت وكل شيء فيها. صديقة العمر. وحضرتك مواكبة لكامل أعمالها ومشوارها لصديقتك. هي تهتم كتير كتير وعن قرب. نعم. بمصاري. فنانتنا بوشتية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللطيف. الله يسلمك، ودائما إن شاء الله ربي يحط الجمال بريشتك وبخيالك ويفرحك. الله يسلمك. مساء النور. مساء النور. احنا مجلة مازاغان 24، مجلة إلكترونية. أنا اسمي محمد كامل. تفضل حضرتك تعرفنا عن نفسك. عبد الله ديباجي، ارتيست بانتر. نعم. Je travaille ici à la ville الجديدة. Donc cette année, je participe au sein du Salon du Cheval avec des tableaux que j'expose avec la Galerie Marsan. Mais il y a un travail spécial cette année, c'est autour d'un folio. Folio sur la ville d'Iljadida. C'est le feu de Rish Shraibi qui a fait le texte. Et moi, je renouvelais les tableaux qui accompagnent ce texte-là. Donc ce sont des planches qui sont travaillées sur la ville d'Iljadida de ma manière et de ma façon. C'est le plus que je présente cette année au sein de cette exposition au Salon du Cheval d'Iljadida. Merci. شكرا جزيلا. الله يسلمك. ما شاء الله هالريح وهالمياه اللي حتخرج من اللوحة تجي علينا والتبوريدة هالنوع من او هالستيل من الرسم. نعم. شو له لقب؟ شو لقبه؟ شو اسمه؟ انا احاول دائما ان اكون لكل شيء، لكل مقام مقام. فيما يخص عملي الذي ازوله في مرسمي. نعم. في بحثي التشكيليه فله خصوصيات معينه، اي لست جريديا ولست تشخيصيا بمعنى الواقع. إذن يمكن أن أقول بأنني فنان معاصر أحاول أن أبحث في على خصوصيتي فيما يتعلق بمحاولة إدماج اليومي المديني، أي ما يخص المدينة، في لوحات كما هو الشأن في هذه المحادثة. إذن عندما ترون مثلا اللوحة التي نرى فيها فضاء معين يوحي بمظهر الجديدة، ولكن هي أحلام، دي فلاش باك، أحلام مصور ملتقطة
تحيلنا على المدينة الجديدة عندما نرى المدينة، ولكن في الحقيقة ليست منظر فوتوغرافي لمدينة الجديدة، إنما أحاول أن تربط ما بين الشجن والواقع والذاكرة. هو محاولة شعرية تشكيلية لما هو مرئي وما هو مزاجي في اللغة البصرية، لمحاولة إدراك صورة مجازية تشكيلية معاصرة لتمثل مدينة الجديدة بقدر إذا استطعت. شكرا جزيلا على وقتك وعلى رسمك. شكرا. الله يسلمك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا اسمي محمد كامل، مراسل جلة. مغارب تؤمن بقضيه هي رمز الحياه، وهي يعني ماضيه وحاضره. قلنا شوي عن معرض الكمين لو سمحت. ايوه، هذه خيول جانحه، خيول من انواع عديده، تركيبات لخيول متقصره. يعني ناخذ انا اصل الخيل وبعدين نزيد التركيبات كلها خيول مركبه. على سيره الاقتحام، هذا الحصان الاول هذا حصان ثائر، يعني الخيول انا دائما نعمل الخيول كثائره، تثور على الوضع، تثور على الافكار العقيمه، تثور على البلاده الفكريه للانسان، احيانا الحرب هو البلاده الفكريه. شوف الجمال. هذا احنا يعني حركه رشيقه من الحصان، هذا الفوكازيا المغربي، يعني اللي احنا بسببه اليوم موجودين هنا في الدار البيضاء، يعني جديدة في الجديدة في المغرب، خاصة الجديدة نعطيوها حقها، هي الحاوي لها المعرض هذايا، وأسبوع الفرس اللي صار يعني حركة عالمية ويظهر جانب كبير من المغرب العميق، الفروسية والأصالة والتحضر، هذا الموضوع وانتشاء الحضارات وانتقاء الأجيال. طبعا ما شاء الله. أزيدك الله يسلمك، شكرا كثير على المقابلة. أهلا. الله يسلمك. شكرا الله يسلمك. أهلا. نور خير. احنا مجلة مزاجون 24، انا اسمي محمد كامل الترك، وإحنا بهذه الزيارة الطيبة لمعرضكم الكريم الجميل. الله يسلمك. لو سمحت تعرف عن حالك ومن فين جاي، أي مدينة؟ نعم، السلام عليكم. مصطفى غوماني من مدينة فاس، من مدينة الرباط وسلا، الأصل من مدينة فاس، فنان شكلي. مجيء المدينة الجديدة مشاركتي في هذا الصالون ديال الجديدة الفرس، المعرض اللي كيتقام كل سنة كنشاركوا فيه، يعني بواحد الفرحة، بواحد الاهتمام كبير اللي كيتعطى لهذا الصالون بالاهتمام ديال الفرس وبالخصوص تبوريدا. شاركت المشاركة ديالي، شاركت عديد من المشاركات، ويعني سنة عن سنة كتحس الأمور، ويعني حتى من الناس المنظمين ولا الناس اللي جهزوا هاد الأروقة وهاد الأماكن اللي هي كتهتم بهاد التراث وهاد المعارض اللي هي جميلة ومتنوعة ومتعددة الأشكال والأصناف والأنواع، والفنان من كل عالم ومن كل أقطار الأرض كيلتجؤوا لهذا المكان اللي هو مكان، يعني هو ما في حد ذاته ليس برواق، ولكن فيها أروقة وفيها أشكال وألوان وأنواع. صحيح. ما شاء الله. لو سمحت، شو هالنوع هذا من الرسم، شو بنسميه على هالنوع من القماش؟ هذا النوع من القماش فهو في حد ذاته هنا مبرة، اللي هي مستوحاة من تراث المغرب، لأنه كان سابقا في الأماكن كالمدن مدينة فاس ومدينة مراكش كانوا يصنعوا بعض الأحذية للنساء كما يتسمى بالشربيل بهذه المادة اللي هي لاماتير ديال المبرة، ولكن هي في حد ذاتها ماشي بحالها، ولكن محاكاة لها. وإحنا خدينا هالأمور باش نكونوا ناخدوا الفن ديالنا تشكيلي يكون في إطار التقليد واهتمام بالتراث في نفس الوقت. شكرا جزيلا على وقتك وعلى معرضك وعلى إيدك الرسامة الخفيفة الحلوة وهالجماليات اللي أعطيتنا إياها. والله الله يوفقك وينجحك يا رب. اللهم امين يا رب. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وكل من هو يعني كيحب الاشياء الجميله فما غيكون غير الجميل، غير الجميل ان شاء الله الى الامام ان شاء الله، والله جميل يحب الجمال. الله.
وإلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله تسلم إيدك والله يوفقك. إن شاء الله يا أستاذ. إن شاء الله. إن شاء الله. إلى اللقاء. أهلا مرحبا بكم. إلى اللقاء سيدي. إلى اللقاء. مساء النور. مساء النور. مرحبا. الله يسلمك. مرسم. الله يسلمك. معاصرة ولنشر كذلك. إحنا مجلة مازاغان 24 مجلة إلكترونية. أنا اسمي محمد كامل. أهلا وسهلا. وحضرتك فنانتنا. أنا في الواقع لست لا رسامة ولا فنانة بل ناقدة فنية وصاحبة مع زوجي صاحبة رواق فني بالرباط رواق مرسم. وفي هذا الرواق لمعرض الفرس بالجديدة استقطبنا مجموعة من الفنانين هم يعملون بشتى الموضوعات وليسوا حاصرين فقط على موضوع الجواد. نعم. لكن للمناسبة يشاركون سنويا معنا لإغناء وإطراء هذا المعرض بكل إمكانياتهم. حضرتك ناقدة فنية والناقد هو الريشة ما وراء الريشة. في الواقع الناقد هو مصاحب الفنان. مصاحب الفنان أحيانا الموجه أو الناصح. الموجه بحيث الناقد وصاحب الفضاء يكونين في نفس الوقت من المصاحبين من الموجهين من متبعين كل الخطوات بحامل خطاب الفنان للوجه الآخر لنظر الآخر. وأظن هذا عمل للنشر كيف يكون الناشر مع الكتاب تكون كذلك مهمة الناقد بالنسبة للفنان التشكيلي أو بالنسبة للكاتب بالنسبة للمبدع على العموم. شكرا جزيلا. الله يسلمك وشكرا على وقتك والله يفرحكم مثل ما عم تفرحونا بهالفن الجميل هذا. الله يبارك فيك. طيب هذا يعني استقطبنا 21 فنان ما شاء الله من مختلف الوجهات وهذا جد مهم بحيث هذا المعرض هو معرض ممثل للطاقات المغربية الخلاقة. داك الشيء علاش ستيل يختلف من هنا لهنا لهنا لأن من كامل المشارب الرسامين لسنا منحصرين على وجهة واحدة بل جميع هذا معرض ممثل للفن المغربي المعاصر. الله يعني أنتوا عم بتفرحوا الناس وعم تفرحوا الفنانين وتشجعوهم. الحمد لله. وأنتوا جيتوا من الرباط ونورتونا. الله يخليكم. الله يسلمك. وإلى اللقاء إن شاء الله. تسلميلي. الله يسلمك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجلة مازاغان 24 مجلة إلكترونية مغربية مدينة الجديدة وهذه السنة بهذا المعرض الدولي جينا نفرح مثل ما أنتم عم تفرحونا بمشاركتكم أنتم هنا دولة قطر مشاركة في هذا المعرض الدولي للخيول. لو سمحت تعرفنا عن حالك. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد سيد المري من العلاقات العامة في نادي الفروسية بقطر ونتشرف لنا إن شاء الله. إحنا نتشرف بجياتكم هنا ولنا وإحنا اللي جيناكم صرنا حين 5 سنين من 2009 تقريبا ما شاء الله. اي نعم. شاركوا معنا نادي الفروسية كإحنا ومربط الشقب والاتحاد ما شاء الله. اي نعم. وحضرتكم بتهتموا بتربية الخيول و صحيح. عندنا خيول العربية الأصيلة كمستوى عالمي من الإنتاج وكبطولات لنا ما شاء الله. اي نعم. وعندنا إن شاء الله بطولة شو يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله عندكم هنا. اي نعم. إن شاء الله نجي نتفرج ونغطي إن شاء الله. الله يسلمك. شرف لنا إن شاء الله. الله يسلمك وشكرا على هالمشاركة وعلى وقتكم وعم بتفرحوا الناس. الله يسلمكم. الله يرحم والديك. الله شكرا جزيلا ونلتقي يوم الاحتفال ان شاء الله. ان شاء الله. الله الى اللقاء. الله يسلمك. النور. احنا مجله مزا الكترونيه عم نحاول نغطي المعرض الدولي للخيول 2016. احنا هنا
هذه سيارة مركبة لنقل الخيول. طبعا بيدخل الخيل من وراء، هنا بيكون المرافق. Good evening. Good evening. You're most welcome in Morocco. Thank you. Are you enjoying your stay here? Yes, of course. I was already here last year and I come back with pleasure. Ren Theo. Yeah. Theo is the name of the company. We are a French company based in Normandy and we produce horse trucks to transport horses. So from like this one for two horses or the big one for with a big living and the So this one takes two horses? Two horses. One, two. Yeah. Yeah. This is the in the cab. Yeah. In the cab we can have a cab for three passengers or five passengers. Mm-hmm. To five? Yeah. This one is a short cab, but we have also the big one. A wide one. Yeah. Yes. Yeah. Tell me, how is your business in Morocco? It's in this forum. I know that in Morocco we have a lot to bring to all the breeders, the trainers, because in Morocco there is no real good transporters, and like today the horses are transported by tomato trucks or. Yes, you're right. It's really not secured, and I know some veterinaries who tell me that every day there is accident with horses. So that's why I'm sure that this will solve the problem. Yeah, exactly. And it's comfortable, you know? Yeah. Luxurious. And very safe and isolated, so it's the perfect product for your country. Uh-huh. Thank you so very much. You're welcome. Is it expensive? We are about we are from 45,000 euros. Uh-huh. 45,000 euro. يعني 450,000 درهم تقريبا إذا كان تقديري صح. For a truck which will It's a fair price, you know. Yeah, because you can drive 350,000 kilometers. Bye. Cheers. So if you put all together, it's. What is your name again? Vanessa. Vanessa, you are from? France and Normandy. Thank you so very much. Thank you. You are most welcome. We are so happy that you are with us.